انتي ديالي اغنيه كنعملها لي لي في عيد الحب، واخا هكذا كنصورها مع موديل اخرى ومزيون عليا انا وما جاتنيش الغاله. ما عندها حتى علاقه، حيت في ذاك الوقت كنت باقي ما دخلتش انا لهذا الدومين، كنت كنخدم في بوست ديالي مع شركه ديال اليونس. دابا ملي ولات ديميسيونيت ورجعت بلوغوز يوتيوبرز، دونك اللهم مع راجلي ولا مع شي واحد اخر. يلا سمعتوا هاد السيمانه لانه وقع لي بروبليم في اليوتيوب وباقي لحد الان عندي هذاك البروبليم، حيت خرج واحد قانون جديد بوغ لا بروتيكسيون دي مينور، دونك اي قناه كيصوروا لي مينور حيدوا لي كومونتير كاريمون. وقلت انا ما بقاش عندي الكونتاكت مع لي زابوني، وانا هذيك سيمي باسيون كيعجبني نتواصل مع لي زابوني اللي كيحسبوا مع عائلتي الثانيه. فواحد الوقت طلع لي الدم وقلت صافي، لان عيت ما نحاول نشوف الحل، وبداو بيا انا وانا الوحيده اللي عملوا لي هيداك، واخا زعما لا بليبار دي يوتيوبرز كيصوروا ولادهم. فواحد الساعه طلع لي الزحف قلت زعما مش نحيد كل شيء، ولكن او ميم طوم اللي جاوبوا معايا يوتيوب وقالوا لي غير صبار وفي اقرب وقت غنشوفوا الحل، بقيت. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله الكليب، وكنتمنى ما تديوش شي نظره خايبه لان هذا غير تمثيل. حيت فريد جاب واحد الصوره بشكل ماشي بحال اللي متعودين كتشوفوا، وهذاك غير تمثيل وصافي. وصافي كنتمنى وكاملين بكم، اي واحد عجبو الكليب يبارطاجيه مع احبابه باش هيدا ينتشر ان شاء الله، وتعاونونا في انتشار الكليب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.